القرار الأفضل في تاريخ كرة القدم هو قرار إدارة أرسنال. كرة فيها محاولة ملعوبة، مرتبة أول الأهداف، أرسنال يسجل، أرسنال يسجل، الله يستر، الله يستر، أرون رمزي يضع الكرة في الشباك ليعلن التقدم لمصلحة المدفعية، ليعلن التقدم هنا في ملعب الإمارات لمصلحة فخر العاصمة لندن. أرسنال بأقدام الويلزي، أرون رمزي يسجل أول أهداف في المباراة، سجل في مباراة الذهاب وسيسجل حاليا في مباراة الإياب. رجل يقدم أداءات مميزة في الأيام الماضية وفي الأسابيع الماضية، واحد من الأسماء التي كانت قريبة جدا من مغادرة الأرسنال، يثبت الأقدام. بودولوسكي أيضا والآخر يساهم في الصناعة، واللاعب أيضا تيو الكوت يقوم بها فينجر، لكن حقيقة أرسنال ما يرضون عليه جمهور أرسنال، في هنالك الجماهير التي تطالب بالحقيقة، لكن أيضا كثير من الجماهير تتمنى بقاء كرة فيها محاولة، كرة الثاني، جول جول جول، رمزي يسجل ثنائيا، انظر فيها إبادة جماعية، رمزي يسجل ثنائيا، هو الدرس رسميا في دوري المجموعات. من الفخر لمسة بلمسة، همسة بغمسة، ورمزي يضع الكرة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني الآن. فرحة أرسن فينجر